شو قصتها هي؟ صدقت صندوق العجائب انه بيرجعها بنت 14 سنة يخرب بيتها لو تعرف حالها مثل الضبعة طالعة. شافت خبزة. لك ناصي، ناصي وين راحوا؟ وين راحوا يا ربي دقينا؟ خير ابو حميد، ليش عم تبكي؟ لك انخرب بيتي، انخرب بيتي يا كرم. لا لا، انخرب بيتها. انسرقت، انسرقت يا كرم، انسرقت. يا باطل، انسرقت وانت ببيتي؟ لك هي كبيرة ابو حميد، هات لشوف شو انسرق لها. انسرق لي بلغيت، بلغيت كثير كثير كثير. شو هالحكي؟ مثل ما سمعت. انت قديش كان معك مصاري قبل ما تعطي لمرعي حق التوتون؟ شو هاد حق التوتون؟ أنو توتون باباتي؟ شلون أنو توتون؟ ما أنت عطيته لمرعي براغي مشان يروح يجيب توتون ونكمل السهرة؟ يا باطل على المصيبة، هلا أنا دفعت مصاري حق توتون. أنت لكن أنا أنا توتون من هاري إن شاء الله. لا يا أبو حميد، عم تدعي علينا مشان كم برغول. مو عليكم باباتي، مو عليكم، على سم الهاري اللي تسلمته ولي علامتي إن شاء الله، ولي علامتي. روي روي شو دخيل قلبك؟ انا روي اوف، انا وين روي؟ ما انا محرج ابدا، بحط رقبتي ما في غيره اللي سمعوا لي اياه. الله علي وفقهم، الله علي وفقهم. عليهم التلف وعلي العوض، عليهم التلف وعلي العوض. روي وخذ لك شفطه. ابو حميد خود وجيب، ابو حميد خود وجيب. هدول من البراغيث تبعاتي. لك ايه ايه، ابو حميد خود وجيب، ابو حميد خود وجيب. لك وينه لهلا؟ وينه؟ لسه ما اذى. وهذا البس بس ما بياكل غير بس. ليك اذى العمى. والله تاريكي حلوه يا ام خدوج. ماما يا درساني. شو قلت؟ لا قلت شو رأيك تتجوزيني؟ إيه لا إيه لا، يقبشني لك يقبش. شو رأيك ورجيكي على الأرنب؟ ليش في أرنب بالصندوق؟ لك لا، قصدي ورجيكي على البسلم. بس بس شو بدك يا ستي؟ دخيلك دخيلك كل شيء الا تليلي بوسه. ولك ستي شو بدك؟ بدي الكيس. انو كيس؟ هذا. حسبنا الله ونعم الوكيل. لك منين طلعت اللي انت؟ والله طيرت الليلي براسي. ساعات كنا نعاستين اللي عفوا. ابو حميد، يا ابو حميد شو بدك انت الثانيه؟ تعا كل هالديك البلدي طابخته من تحت دياتي بيطير العقل. ديك؟ جاي جاي. يا سلام يا سلام. صحوا هلا. يا سلام، دقوا لي كلمة ديات يا ست الكل يا ست راسي انت. الله يسلمك. هذا الأكل. لك إن شاء الله ألف صحة وهنا. لك على قلبي أنا. أبو حميد، يعني أنت ناوي تحكي مع سعدو ابن بنتي؟ بنتو؟ بعدين منو هالسعدو؟ يو، مو أنت قلت لي أنه بدك تتزوجني؟ شو؟ شو عم تحكي يا حلمة؟ أنا بدي أتزوجك؟ بدك تتبليني يا حلمة؟ مسكتك كرمالي يا ابو حميد يتركه. لك يا حلمة، انا بدون كيسي ما بقدر بمشي. خلاص خلاص وحياتي يا ستي، بكره اشتري لك كيس جديد.
بدي لحمة. بدك لحمة؟ بدك بد وسيف حد. الله يمضي هالليلة على خير. لك وين راحوا تركوني لحالي؟ لا مو ناقصني غير مخدوج. قال شو بدي اتجوزها؟ لك انا بالنهار بخاف من شوفتها، شلون بالليل؟ بس بيقولوا عنها غنية، غنية كتير وكريمة كمان. مين؟ لك انا كروة ابو حميد. لك شو بلا؟ الله يصلحكم ويهديكم. هيك هيك يا منظيم تتركوني لحالي؟ لك ابو حميد شو زرنا لك زهرة من العمر كله، زهرة بتجنن. وين سهرتوا؟ عند النوار. عند النوار؟ لك ايه عند النوار، على بسط وكيف ورأس. آخ راحت عليك سهرة يا ابو حميد. في اكل ولا ما في اكل؟ لكن شلون ابو حميد، لحمة لحمة، لحم جاج مشوي على كيفه. الله يصلحكم، الله يصلحكم، ليش ما أخذتوني معكم؟ ما صار شي، بكرة جهز لك 10-15 برغوت وبناخدك معنا. أوف، 10-15 برغوت؟ لكن أبو حميد الشغلة بتكلف، بتكلف. ولي، هلأ وقتك، منين طلعتي لي؟ خرب بيتك مت الجنية. نروح شوف الدكنجي، بركي بلاقي عنده توتون، بشتري لي شي سيكارة سيكارتين. مرحبا تاج راسي. اهلين ابو حميد. بلاي عندك توتون؟ لكان انا اللي عندي، بس اللي قديش بدك؟ يخلي لي اياك شي سيكاره سيكارتين. لك عمي هذا ما بينباع بالسيجاره والسيكارتين، هذا بينباع الميزان كيلو نص كيلو. وايه قديش بدك؟ اي يعني مو لازم ندوق قبل ما نشتري تاج راسي. حقك عمي حقك. هاي سيجاره اشعل لي اياها باباتي، شعل لي اياها. لك كمان بدك مين يشغل لك اياها؟ لك خلصنا تاج راسي تبعنا. رعبتني. لك شو التوتون عاطل كتير؟ شو توتون عاطل؟ احسن توتون بضيعة كلها بتاقي عندي. مو طيب. دخلاه كرمه ورفقاته منين بيجيبوا التوتون تبعه؟ من عندي بياخذوا نفس هدول التوتونات. اي ما حذرت تتناتوا لكرمه غير هدول. فهمت عليك. روح عمي روح الله يسر لك، ما عندي توتون. روح الله يسر لك. شباك ليش عم تقلعني؟ يا عمي ما عم قلك، روح الله يرضى عليك بلا ما تشمسني. وليش لحتى اشمسك سيده؟ ما عبيت منك بنوبة؟ ما في شي عمي ما في شي. طيب قلي كرمه ورفقاته منين بيجيبوا التتون تبعه؟ هذا ما نو تتون عمي. لكن شو؟ هذا زبل. يعني زبل حمير؟ ايه عمي زبل حمير، حل عنا بقى. دخلاه وهذا بيجيبوه بمصاري ولا ببلاش؟ لا سيدي ببلاش. ها انت عيني يا ابن الحرام. انت اشتب، تعال هون، انت اشتب، انت انا الاشتب، انا الاشتب. والله ما يعرفوا انه في معي ده ليذبحوني وياخذوه. وقالوا لي ان التتن غالي غالي كتير، مو تاري عم يشربوني زبل عمير. بس شو خلاص طيب طيب كتير. اخ لو كانت هالدرزانة ام غدوش حلوة شوي صغيرة. لك كنت اتجوزتها، بس عم يقولوا انه زنقيلة. لك زنقيلة كتير وانا بحب الزنقيل. Thank you.
يا عميد اهلا وسهلا ابو دياب. المهلي عقيد. عقيد دخيلك. ام قاعود اجى شي لهون لعندكم على البيت. اي نعم. شو بدها؟ ولا شي يا اخي جابر ولا شي. قصه صغيره وماتت بارضها. ابو فهد احكي لنا شو بدها؟ ليش اجت لعندكم؟ اخي بصراحه انا جاي تفضحك قدامنا لحتى نبطل نجوزك من عندنا. والله مشان هيك على حالك يا ام قاعود والله. طول بالك ابو دياب، طول بالك. هاي حرمة سافلة قيمة براسك لا تفكر فيها. ايه ماشي شو عليه؟ مو سيدي اموركم صارت جاهزة. ايه نعم. ايه ان شاء الله خير. ضل بخير يا عقيد. ابو فهد بعد امرك يعني فينا نجي بعد الظهر ناخذ الجهاز اذا ما كان عندك مانع يعني. مانع شو يا رجل؟ يا ميت اهلا وسهلا فيكم. اهلين يا ابو فهد. معلمية عن اذنكم تكتب. شرف سيدي شرف اذنك معك. خير ليش تارك الخان؟ عقيد انوار ضعفان ما اجى اليوم فقلت لحد يجيب خبره. خير ان شاء الله. شو بقول؟ ممغوف. ايوه معناها روح شق عليه بقول له شويه فواكه وبعدين رجع طمن. ايه بتأمر عقيد. تعال بصياح تعال. شايفك هالكم يوم مو على الحشيشه. لا ما في شيء الحمد لله عقيد. لانه الزباين عم يشتكوا منك. ها مني انا؟ ايه قال ما عتعت معهم وسليته. يا عقيد انت بتعرف هالايام انا ما عم نام بالخان. ايه مزبوط بس عم تضل قاعد هنيك لبعد صلاه العشاء بحكي له حكايتين وبعدين تيسر. بتأمر عقيد. عقيد هديك المره شفت لك عبود لامم هالزباين عم يحكي لهم قصه هيك. شو قصده؟ السلام عليكم. شافك شيء؟ لا بس يوسف كان جوا. ليكون اشتل عليك؟ ها لا لا ابدا ابدا. والله عرفان كاني شايفك مالك كفو. ها لا يا ابو سالم هي ما حبيتها منك بنوب. علي رجيري هلا بروح وبورجيك اني كفو. شيء لك وين رايح؟ رايح احرق الحاصل جهار نهار هيك. لك يخرب بيتك من حالك. لك شو جنيت مشان ما تقول عني ماني كفو؟ لا لا كفو ابدا انا اللي بعرفك. لك عم بمزح معك شو بنا؟ قلع لي. لا لا يقلع لك. خلاص هلا مثل ما عم حاكيك انت استنى لحتى يصير الجو مناسب بعدين بتشتغل شغلك. بس بتدير بالك عرفان مثل ما فهمتك. ها ولا همك ابو سالم. كفو كفو ابو ضاي يسر. السلام عليكم. وين الاولاد؟ اهلك اليوم بدهم يجوا لعنا على البيت مشان ياخذوا جهاز فهمي. ان شاء الله عقبال ما نجيب جهاز عمر وزهريه. الله يخلي لي اياكي. فاذا بتحبي تجي معهم مرقي لعنا على البيت خذي الاولاد وروحي لعندهم. لا يوم مازال اهلي رايحين خلص انا بروح لعند اهلك. ايه على راحتك. عفاف ما في لزوم لهالغندره. اغسلها؟ لا انت بدون غندره بتجنني. أشلون هيك؟ صحيح جبت لك شوية صيغة مشان تلبسيهم بارس أخوك. سلم هالإيدين يا رب. تقبر قلبي شو بحبك. مبروك كتير حلو عليك. الله يبارك فيك ويخلي لنا اياك يا رب. اعطيني ايدك شوي. خيره كتير مشتاق. ساعات اجت يا عفاف يعني ما بقي لي امل بشاهر. بس شاهر حبيبي ورح يبقى جوات قلبي. يلا خاطرك عم يا فزازي. اهلين الله معكم. ها مو بخيره؟ ايه والله بخيره. شرفوا شرفوا.
عبد الله على السلامة. أهلين بخير. يا أهلين وسهلين. عبد الله على السلامة. يا أهلين وسهلين أبو زهدين. شلونك؟ لك أهلين. الله يسلمك. أهلين عبدو. عبد الله على السلامة. الله يسلمك يا ابني. طمنا عنك. شلونك أهلين؟ الله يخليك. غير رجلي ابن المرحوم أبو عبدو. لا. الله يرحمه ويحسن اليه. عيش وتسعين. والله ابوكم كان من اكابر الناس. الله يخليك يا رب. بينزعل عليه والله بينزعل عليه. عوضنا بسلامته. الله يخليه. الله يرحمه ويعوضه الجنه. الله يخلي لي اياه. هاي العقيد ابو فهد اجا. بيت عليه ابو خيرو. لك يا اهلين وسهلين، يا اهلين وسهلين باحلى عقيد. عليه عقيد. بيت عليه. خلي لي اياه. شلونكم؟ الحمد لله تمام، انت شلونك؟ والله مشتاق لكم كلكم يا جماعه. مشتاق لك بالعافيه يا رب. الله يخلي لي اياه. شو وين خيرو؟ ماني شايفكم. ضلك بتركيا مع مرته. وف خير ان شاء الله. هاي قصه طويله بعدين بحكي لكم اياها. تفضل سيدي. واي الصائد؟ انت مفضل على راسي يا كبير يا ابن الاكابر. هذا واجبنا ابو خيرو. فضل لله. الله يخلي لي اياكم. يلا شرفونا تفضلوا. الله يزيد فضلك، ان شاء الله المساء بنشوفك. اي نعم، مثل ما قال العقيد، انتوا فوتوا ارتاحوا والمساء بنجي نسهر سوا ان شاء الله. يا اهلين وسهلين. السلام عليكم. السلام عليكم. الله معكم، مع السلامة. مسلمين يا جماعة. يلا هاتوا الغراض نزلوه لنشوفه.